السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أم هناء من قناة كل شيء في المنزل. اليوم نعرفكم على زريعة كرافس. زريعة الكرافس هي نبتة يعني طبية، وفي نفس الوقت يعني نطيبوا بها كامل. ثاني هذه بغيت نعرفكم عليها قبل ما يعني ديجا رانا زرعناها حنايا، زرعناها هي ناضت، وبعد ان شاء الله نوري لكم كيفاش ناضت. غير ندير لكم تعريف عنها قبل ما ننقلوها في الارض ولا في الليبو، كل واحد وحده يعني باش نديرو فوق الاسطح ولا في الحديقه تاعنا كما بغيتو. زعما اللي عنده قطعه ارض ولا باش يغرسها، هو هذا ينصر كانه الزرع ينصر هكذا. اما في اللي يبغي يدير زرع، اللي يبغي يدير شتلات باش يبيعها زعما للفلاحين ولا كاش واحد عنده قطعه ارض يبغي يشري، كيفاش نديروهم كما درنا حنا في الفيديو اللي فات. درنا لكم باللي نغرسهم في ليبو ومن بعد كننقلوه. اما التعريف عنه، هو نبتة يعني طبية، يعني ما شاء الله تنفع للسعال، تنفع للروماتيزم، وتنفع لمرض الكبد يعني وقرحة المعدة، يعني تغرى في الماء وشرب، للمغص يعني للصداع والمغص وجع يعني ما شاء الله. اما اصل تاعها هي اصلها كرافس اصل من اوروبا، وانتقلت الى فرنسا، ويعني وين ينوض كامل يعني منتشر فيها الاخر، مصر، الجزائر، فرنسا، لبنان، هذه البلدان يعني اللي غرسوا فيها بزاف الكرافس. من الاستفسارات يعني يعلق ويقول لي كاش حاجه بغاها، هذه هي. وان شاء الله تكونوا فهمتوا. بغيت نعرفكم على زريعه الكرافس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.